ليه شباب في سن العشرينات نشوف في وشهم تجاعيد كتير؟ كل وش مختلف عن التاني، وكل وش له جماله، وفكرة التجميل انك تبرز جمال كل وش. ما عندناش ثقافة ان احنا لازم نحمي بشرتنا من اشعة الشمس. في حاجات جيناتكس، يعني في عائلات بتبقى معروفة انها بتعجز بدري. مشكلة الشعب المصري عموما ان هو بيلعب في اخر 5 دقايق. انا محتاجة احافظ على بشرتي في سن مبكر، بدأت تظهر اي مشكلة لازم اعالجها ايا كان السن. الدكتورة مرام متولي عبد السلام، اخصائي الجلدية والتجميل والليزر بعيادات وام، اخصائي الامراض الجلدية والتجميل بمستشفى جامعة الاسكندرية، عضو الجمعية المصرية لطب وجراحة التجميل. اهلا بكم. النهارده حلقه ذات راس خاص جدا، جلديه طبعا والتجميل، كوزمتولوجي، ومتعه يعني الاستماع الى الاحدث والاكثر تطورا في هذا العالم. النجمات ما زالت طبعا نجمات السينما العالميه، بيشكلوا ايقونه مهمه لينا كلنا واحنا بنشرح عليهم ازاي الست تعتني بوشها. يعني مثلا لما نجيب ديمي مور ندرس وشها، نجمه مشهوره جدا ديمي مور، وشها اتغير. في من المؤكد انها عملت حاجات معينه، واضح جدا مثلا انها عملت اشياء في جبهتها، لان الجبهه كان فيها يعني الجبهه المفروده دلوقتي دي مش معقول، السنين اكيد اثرت. يعني دي ممور كبيره في السن مش صغيره، يعني اعتقد في الخمسينات. كمان الجفون برضو اكيد معمول فيها حاجه. برضو الجوانب بتاعت لو احنا قارنا الصورتين ببعض، الاخاديد اللي هي جنب الانف ونازله على الشفايف، برضو الوش اتسحب اكتر، هيكل الوش برضو يعني ممكن يكون فيه شويه شغل، ممكن يكون خيوط، ممكن يكون شيء اخر الله اعلم بيه يعني، بس في ليفتنج، في شويه ارتفاع في الوش لفوق. لما نشوف مادونا من الناس برضو اللي اكيد استخدمت البوتوكس، البوتوكس بالنسبه ليها اكيد، لانه برضو احنا بنتكلم في واحده تقترب يعني مادونا بتالي في اواخر الخمسينات كمان. الجفون او يمكن عدت الجفون برضو من الحاجات اللي اكيد اتعملت في وشها. برضو لما نشوف شارون ستون، شارون ستون اعتقد في نفس سن مادونا، وبرضو الوش اعتقد احتاج، لانه تخيلوا الفرق بين الصورتين دول سنين طويله، سنين طويله جدا. اكيد في وجنتين بدا يحصل فيهم تغيرات، يعني الوجنتين الفيلر لعب دور فيهم مهم جدا. النجوم دول كلهم ناس بتدرس وشوشهم. دراسه الوش في علم التجميل ده مهم. ودراسه الوش يعني ايه؟ يعني اشوفه هيحتاج لايه واعمله له. الوش ده يحتاج فيلر، الوش ده يحتاج بوتوكس، الوش ده يحتاج الاثنين، الوش ده لازم له ليفتنج، الوش ده لازم تحديد للخد. دراسه الوجه شيء مهم جدا في عالم التجميل. النهارده ده هيكون جزء كبير من حوارنا، ونتكلم نشوف ليه التجاعيد بدأت تظهر بدري كمان، ليه شباب في سن العشرينات نشوف في وشهم تجاعيد كتير. النهاردة يسعدني جدا يكون ضيفتي العزيزة، اسمه متميز للغاية في عالم الجلدية، والحقيقة بلا شك اسكندرية مركز رائع جدا للعلم والتجميل، وطب اسكندرية طب متقدم للغاية. فلا بيسعدني يكون النهاردة ضيفتي دكتورة مرام متولي، أخصائية الجلدية والتجميل والليزر بعيادات وام الشهيرة. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. منورانا. ميرسي لحضرتك. أنا عملت حاجة دلوقتي مش يعني معرفش كان بروفيشنال ولا يعني إيه، قعدت تمسك الوشوش وادرسها كده، ده صح؟ طبعا. كل وش مختلف عن التاني، وكل وش له جماله. وفكرة التجميل انك تبرز جمال كل وش. هو ده الطبيعة، وهو دي ناتشرال اللي ربنا خلقها لنا، وده اللي احنا دلوقتي بقينا بنفكر فيه. يعني مش فكرة انا عايزة ابقى شبه دي، لا، انا بتجيلي واحدة هي عايزة تبقى حلوة واطلع الجمال اللي فيها، وده الميزة في علم التجميل دلوقتي. سؤالي الاول، ليه الناس بقت عندها شباب عندهم تجاعيد في سن مبكر؟ أسباب كتيرة قوي. أول حاجة إن إحنا الشباب عندنا بدأت ثقافته تتغير. الشباب دلوقتي كله بيطلع الساحل، كله عايز ياخد تاني،
كله نازل في الشمس طول الوقت، حتى الناس العادية ما عندناش ثقافة ان احنا لازم نحمي بشرتنا من اشعة الشمس. اشعة الشمس دي ضارة جدا، بتبوظ الكونكتيف تيشو او النسيج الضم بتاعنا اللي هو بيكسر الكولاجين والإيلاستين، وده بيساعد ان احنا نبدأ نعجز بدري. التدخين مع الأسف بقت ظاهرة قوية جدا بين الشباب، سواء السجاير او الشيشة، ودي من الحاجات المضرة جدا وبتقلل ان الدم يوصل للجلد بشكل مناسب، وبالتالي ظهور التجاعيد بتبدأ بدري. النوم الغلط، الناس اللي بتنام على وشها، الناس اللي ما بتاخدش وقت كافي من النوم على الأقل 8 ساعات في اليوم، الناس اللي under stress طول الوقت. الوقت اللي احنا فيه ده كل الناس مضغوط، الاسترس ده بيزود الادرينالين، بيزود الكورتيزون في الدم، وده كله بيساعد على ظهور التجاعيد المبكره. مش كده وبس، كلنا بقينا بناكل unhealthy food، كلنا بناكل فاست فود من بره، ما عندناش وقت ناكل في البيت، ما بنشربش ميه، الخضار والفاكهه دي بقت حاجه كده على جنب خالص، كل ده بيزود برده من ظهور التجاعيد وبيخليها تظهر في سن بدري قوي عن السن اللي قبل كده. في حاجات جيناتكس، يعني في عائلات بتبقى معروفة انها بتعجز بدري. ولقينا كمان ان البشرة الفاتحة، الناس اللي بشرتها فاتحة او الابيض عموما بيعجز اكتر، لانه بيتأثر باشعة الشمس اكتر من لون البشرة الغامق، عشان الناس السمرة ما يزعلوش. طبعا لا، السمر نص جمال. طب اجيلك امتى؟ انا اجيلك في سن معين ولا في احتياج معين؟ انا رأيي كدكتورة التجميل البلدية ان انا لازم امنع، يعني دايما احنا بنقول ان الوقايه افضل من العلاج. فانا بدايه انا لازم ابقى عارف نوع بشرتي، استخدم الصن بلوك المناسب ليها، استخدم غسول مناسب ليها، استخدم مرطب مناسب ليها. حتى الناس اللي بتحط ميك اب لازم تتعلم ازاي تشيل الميك اب صح، وبميك اب ريموفال مناسب لبشرتها، كل ده بيفرق معانا جدا. ده الجزء الاولاني اللي هو الوقاية، وده لازم مهم جدا ومن سن بدري. يعني مجرد أنا بشوف إن الناس من سن البلوغ وبالذات مع بداية ظهور حب الشباب لازم تبدأ تهتم ببشرتها، ويمكن كمان قبل كده. ابتداء من العشرينات الطبيعة البشرية بتاعتنا إن ربنا سبحانه وتعالى مخلي الكولاجين بتاعنا في حاجة بتكسره. عند 25 سنة الإنزيم اللي بيكسره بينشط شوية والإفراز بتاعي بيقل شوية، فنسبة الكولاجين اللي بتفضل موجودة بتقل، وبالتالي أنا ببدأ إن أنا أخش في مرحلة الإيجينج أو التجاعيد. دي المرحلة الخطر اللي أنا لازم أبدأ أدور عليه، دي المرحلة الطبيعية. طب لكن الناس اللي عندهم بريماتيور ايجينج او بتعجز بدري شويه، وانس انك بداتي تحسي ان في مشكله في وشك، مفيش حاجه اسمها انا لسه صغير، انا لازم ابدا اعالج البشره. الكلام ده ممكن يحصل عند 19 سنه، ممكن يحصل عند 20 سنه، ممكن ناس تحافظ على بشرتها وما يبداش يحصل لها اي مشاكل لغايه 30 40 سنه. هي مش سن، هو احتياج. انا محتاجه احافظ على بشرتي في سن مبكر، بدات تظهر اي مشكله لازم اعالجها ايا كان السن، لان انا لو سبتها الموضوع بيبقى اسوء بكتير. يعني ممكن امنع حدوث التجاعيد؟ اخرها بنسبه كبيره جدا، ولما تظهر تبقى حاجات مايلد قوي، لان احنا طبعا ما بنقدرش نوقف الايجنج بروسيس النورمال بتاعه ربنا سبحانه وتعالى، بس بنأخرها بنسبه كبيره، ولما تظهر تبقى حاجه بسيطه قوي ما تاثرش على المريض في اي حاجه. بتقدموا ايه دلوقتي في عالم الجلديه والتجميل للتعامل مع شيخوخه الوش او التجاعيد؟ يعني كلمه شيخوخه برضه صعبه شويه. خلينا في التجاعيد او بدايه ظهور الترهلات في الوش. زي ما اتفقنا ان في بروفلاكتيك تريتمنت، ان انا امنع ظهور التجاعيد اللي هي الحاجات اللي احنا قلناها. طيب في اكتوال تريتمنت، يعني في علاج، انا اوريدي بدات بشرتي يحصل فيها تهدلات او بدا يحصل نوع من الرينكلز ايا كان المكان بتاعها. وانس ان حصل كده انا هبدا اتدخل، وهنقسم حالتنا انت مايلد ولا مودريت ولا سيفير، يعني انت حاله بسيطه لسه جايه في الاول، ولا انا حاله صعبه وعندي كذا حاجه وسبت الدنيا لما باظت معايا. لو انا حاله مايلد يعني في الاول خالص، الحالات اللي زي دي ممكن التعامل معاها ببساطه بحاجات بسيطه جدا. التقشير الكيميائي ممكن يفيد جدا في الحالات دي، بيشيل الطبقه الخارجيه ويحفز الكولاجين الطبيعي بتاعي. الفراكشنال ليزر من الحاجات الممتازه في الحاجات دي، وبرده بقينا بنستخدمه مع البلازما. الديرما بان والديرما رولر من الحاجات اللي بتحفز الكولاجين الطبيعي بتاعي، وبرده ممكن استخدمها مع البلازما، مع فيتامين سي، مع هياليورونيك اسيد، حاجه هايدريتنج فيها بتدي ترطيب للبشره، بتحفز الكولاجين الطبيعي بتاعي، بتساعد على نضارتها. دي الحالات المايلد. طب الحاله مور ادفانسد شويه، يعني بدات تظهر تجاعيد، المكان بتاع التجاعيد ده فين؟ يعني انا البيشنت عندي ببص على الوش بتاعه كتوتل، انا عندي مثلا الجبهه
الجبهة دي بدأت تظهر فيها التجاعيد. التجاعيد بتاعتي دي نوعين، عندي تجاعيد تعبيرية يعني أنا لما بكشر ما برفع حواجبي، لما بضحك بتبدأ تظهر تجاعيد. التجاعيد دي بتتحسن جدا بالبوتوكس، تمام؟ عندي كراوس فيتس، عندي حتت بتضحك مثلا العيانة لما تيجي تضحك شفتها بتطلع فوق اللي احنا بنسميها الجامي سمايل، ودي بتخلي في خط في النص هنا بيبدأ يطلع مع مرور الوقت، برضو بالبوتوكس ببدأ أنزلها. في ناس بيبقى عندها الحتت في الرقبة بتنزل أو بتبقى باينة قوي، برضو ببدأ أريحها بالبوتوكس. طيب العيانة دي وشها بدأ ينزل، يعني هي مثلا عاملة دايت أو عملت سليف مثلا أو اللي هو تكميم معدة أو باي بوس أو أي حاجة من الحاجات دي، وبدأت تنزل في الوزن جامد جدا، أو اللي احنا بنسميه اليويو دايتنج، يعني بتخس وتتخن تخس وتتخن، دي بتعمل إيه؟ بلاقي الوش بيقع، كمية الدهون اللي موجودة فيها بتقع، بتبدأ الأجزاء دي تترهل عندي، وبالتالي أنا هنا ما عنديش دهون، الكولاجين بتاعي ضعيف، فدي محتاجة فيلر. ببدأ أملأ الأماكن اللي بدأت تفضى عندي بالفيلر. تحت العين برضو من الحتت اللي سهلة جدا إنها بتبين فيها السانكن آيز دي، برضو بالفيلر بتتظبط جدا. الناس اللي وشها رفيع زي الصور اللي حضرتك عرضتها دي بتتعمل تكسس، يعني بتبدأ تعرض الجزء دوت فتبدأ تتملى شوية، ببدأ أعمل ليفتنج من فوق لتحت. طب الحالة مور أدفانسد، عملت بوتوكس وعملت فيلر والدنيا مش ظابطة معايا قوي، عندي ثريدز، عندي خيوط، الخيوط اكتر بنشتغل بيها في النص اللي تحت، يعني لو انا عندي الجزء ده نازل قوي ومحتاج ان هو يتشد، فببدا اشد بالخيوط بتكنيك كده معين بحيث ان انا ارجع الجلد تاني لطبيعته. نفس الكلام في الرقبه، برضو من الحاجات اللي بتجيب نتائج كويسه جدا. طب انا حد سيفير ومحتاج كل الحاجات ديت، هعمل ايه؟ في تقنيه جديده جت اسمها هايفو. الهايفو ده عبارة عن ألترا ساوند، موجات صوتية بس مركزة بطريقة معينة، بتسخن الجلد شوية. الهايفو ده بيشد البشرة وبطريقة ما بيحفز الكولاجين الطبيعي بتاعي، فده بيشد الوش وبيدي النضارة. أصبحت العيانة دي هتاخد هايفو، هتعمل فيلر عشان تكمل الأجزاء اللي فاضلة، هتعمل بوتوكس في الجبهة، وممكن كمان تاخد معاها خيط أو خيطين. الحقيقة أسلوبك رائع جدا ومنظم، أنا عايز استغل ده يعني في إن احنا نستفيد بقى من قعدة يعني جلستنا العلمية النهاردة، في إن احنا نفهم الناس كل حاجة من اللي احنا قلناهم. أنت قلتي طمين. الفهرس يعني اللي أنت قلتيه ده المنيو، تمام. طب أنا همسك حاجة حاجة، همسك الفيلر في الأول. الفيلر عايز أعرف إيه هو، ماكن حقنه بالتفصيل، إيه الجديد اللي أنتوا بتقدموه دلوقتي؟ الفيلر فيلر يعني على ما أتابع، أنا بتابع المؤتمرات غيرته خالص من الـ من الـ الفكر الخاص بيه، يعني الفيلر يقال دلوقتي ان انتوا بتستخدموه لرفع الوش، رفع الجلد. طب الفيلر ده كان مليئات، رفع ايه اللي هستخدمه الفيلر؟ ما انا عايز افهم. برضو من الحاجات المهمه انه كلميني بقى اللائحه الاعلاميه، هو في فيلر اوانطا احنا يعني 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 مثلا احنا دلوقتي وام ما شاء الله اسم كبير، اسم رائع، شغل محترم جدا، هل عندكم جهه في في في, في وام او في اي حته المفروض يبقى في جهه بتتابع؟ ما هو مش شغل الدكاتره ده، ده شغل اللي بيجيب المعدات اللي هو اللي بيجيب الماتيريالز، فهل في وحده رقابه على الماتيريال عشان اعرف ان ده فيلر مظبوط ولا انا دي مجموعه الاسئله انا عايزك تكلميها في الفيلر. تمام، هو زي ما حضرتك قلت بالظبط ان الفيلر جاي من كلمه فيل، يعني احنا بنملى، وده كان الكلام المتعارف عليه زمان. هو دلوقتي التكنيك والفكره نفسها اتغيرت تماما. خلينا نقول بس ان الفيلر انواع كتير جدا، في حاجات منه بيرمننت وده مع الاسف ما بقيناش نستخدمه دلوقتي، بيطلع منه مشاكل كتير. في حاجات سيمي بيرمننت وفي حاجات الديوريشن بتاعتها قليله قوي. السيمي بيرمننت تقعد 3 4 سنين، تمام؟ الحاجات اللي هي بتقعد اوقات صغيره شويه بتبقى اقرب للناتشرال، للحاجات الطبيعيه، زي الهايليورونيك اسيد، ودي ماده احنا بنحبها جدا لان هي زائد انها بتملى، هي ماده هايدريتنج يعني بتدي ترطيب في البشره، وبالترطيب ده بينتين وبيحفز الكولاجين بتاعي. عشان كده الناس اللي بتعمل هايليورونيك اسيد او بتعمل فيلر بتلاقي وشها حلو من غير ما تكون عامله حاجه خالص، جست انها عملت فيلر. زمان كان فعلا في حته ما فيهاش دهون او وقعت، زي مثلا تشيكس، زي النيزو ليبيال، نخش نملا وخلاص. دلوقتي الدنيا اختلفت تماما، احنا دلوقتي بقى لنا تكنيكس مختلفه، وفعلا بقى كل حد له التكنيك الخاص بيه. بمعنى
انا عندي الحته دي وقعت، النيزوليبيل بداوا يبانوا بالمنظر ده. تمام، هم وقعوا ليه؟ علشان انا عندي دي وقعت. فبقيت بعمل ايه؟ بقيت بعمل كده، برجعها تاني لطبيعتها بطريقه معينه وبتكنيك معين. مش بس كده، زي ما حضرتك قلت بالفيس ليفتنج، احنا فعلا بقى لنا بوينت معينه بنحط فيها الفيلر في الفيس، بقت فعلا بتعمل له ليفتنج وبتشد البشره بشكل جميل وناتشرال، ومحدش ياخد ان احنا عاملين حاجه. فكره اللي احنا كنا بنتكلم عليها ان الوش يبقى رفيع ونحوله الوش عريض بالتكسس اللي هي بقت مشهوره دلوقتي قوي، ان انا عايزه اعرض وشي شويه فنبدا نحقن في اماكن معينه هنا. النوز من الحاجات اللي بقت جميله جدا، يعني معظم الناس اللي كانت عندها مشكله في الانف كانت بتخش جراحه او ما بتعملش فيها حاجه، دلوقتي الفيلر بيحسن الجزء ده بشكل غير طبيعي. التير تراف، الغمقان اللي حوالين العين، برضو الفيلر بقى بيحسنه بشكل كبير. الايد من الحاجات اللي بتبان فيها السن جدا، الاقي ظبطت الوش جدا. خلي بالك ان انا يعني بص، احنا معشر الرجال ننظر الى الايد والرقبه واكتر حاجتين بيبينوا السن. يعني بصي احنا عفاريت في الحته ايد ورقبه، او لان دول اللي فعلا التعامل معاهم صعب وظبطتهم مش سهله. فعلا بقينا بنحط دلوقتي بنعمل الفيلر في الايد وبيحسن الشكل بتاع الايد جدا وبيخلي السن ما بيبانش عليه. والرقبه على فكره في انواع معينه من الفيلر بتتحط في اماكن معينه من الفيلر وبنعمل فيها كومباينيشن مع هايفو او مع بوتوكس علشان تديني الرقبه المشدوده الجميله اللي حضرتك بتشوفها. فالدنيا ما بقتش زي الاول، فيلر بقى فن. ده مش كده وبس، انا ممكن عينه ما عندهاش اي حاجه وشها حلو بس هي طول الوقت نايمه على الجنب مثلا اليمين او الجنب الشمال. العينه دي عندها جزء غير جزء، يعني الوش بتاعها ده مشدود وحلو وجميل بس الحته دي نازله شويه، لا النيزوليبيال عندها باين شويه، دي بتحقن هنا بس، بحقن ليفتنج كده وبحقن هنا. في ناس معينه عندها السيمتريه بتاعت وشها مش متظبطه، يعني المقاسات ما بين النوز وما بين اللبس وما بين التشن بتاعتها مش مظبوط، او الجزء بتاع التشن ده داخل جوه شويه. بقينا بنحقن الفيلر دلوقتي عشان نظبط الالاينمنت بتاع الحاجات دي. فالدنيا بقت احلى، بقى فعلا فن. طيب ايه دلوقتي دايما الشفايف ليها مضاد في الفيلر ولا 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 المفروض ان فيها مقاييس علميه؟ المفروض طبعا اللي ليها مقاييس علميه طبعا، يعني فكره ان انا اجيب شفايف لحد واقول انا عايزه ابقى شفايف دي، الكلام ده ما بيبقاش صح قوي، مش كل وش بيليق عليه زي التاني. يمكن انا من الناس اللي ما بحبش الشفايف الضخمه قوي، انا بحب اعمل كونتور بسيط، ادي فوليوم حلو، ابقى اعدل المقاسات ما بين اللبس وما بين بقيه الاجزاء بتاعه الوش عشان يبقى متناسق، يعني ما ينفعش وش يبقى رفيع واعمل له لبس جامده قوي، هتبقى الدنيا صعبه شويه. لكن جنرالي الناس برضو بدات تقلل شويه من القصه دي، هي الكونتور والبطه، بوز البطه والحاجات دي، يمكن دي اكتر حاجه دلوقتي حتى بتلبو. في الصور يعني دلوقتي البنت بتصور بطريقه بوز البطه، انا بعتبر انها عندها مشكله. طبعا بتصور ليه بوز البطه؟ ما تصور عادي، تبتسم وعادي. بقت موضه. عايز اروح للبوتوكس بقى، هل البوتوكس بدات تواجده يقل ولا عادي موجود؟ لا البوتوكس موجود، واعتقد ان هو من الحاجات اللي ما ينفعش ان هو يقل اصلا. البوتوكس بس يمكن الناس بتخاف منه شويه لانها مش فاهماه. البوتوكس ده ماده يعني بيتم استخراجها من نوع معين من البكتيريا، وبنحقنها بكميات بسيطه جدا محسوبه وبجرعات معمول عليها دراسات عاليه جدا علشان ما وصلش منها لاي اثار جانبيه. هو بيتحقن علشان يقلل او يمنع السيجنال او الاشاره اللي بتوصل من المخ للعضله عشان تنقبض، وبالتالي العضله ما بتنقبضش. فده بيعمل ارتخاء وقتي في العضلات، ومهمه جدا كلمه وقتي لان البوتوكس ده مش تاثير دائم. اكتر نوع بوتوكس بيقعد من 4 لـ6 شهور، مفيش اكتر من كده، حتى احسن انواع موجوده في السوق. وبيعتمد على حاجات كتير، لو انا العوامل اللي بتساعد على التجاعيد دي مستمره معايا، بقعد في شمس كتير، بدخن، الكلام ده كله بقلل عمر البوتوكس بتاعي او الفيلر. على فكره البوتوكس برضو ما بقاش فكره ان انا برضو بعمل الجبهه علشان تبقى ستريت، لا احنا
الناس اللي دي اكتر حته بيظهر فيها تجاعيد، فانا بحقن الماسلز بطريقه معينه بحيث ان انا اعمل لها ارتخاء فابدا افرد الجبهه بتاعتي. بس دلوقتي بقى له استخدامات ثانيه كتير، عندي جامي سمايل اللي هي الحركه دي، الناس اللي بتضحك شفايفها بتطلع، فالناس دي بنريح لها الشفه الكبيره العليا دي شويه، فتبدا لما تضحك تبقى زي الناس العاديه. في ناس حركه النوز بتاعتها وهي بتتكلم بلاقي النوز بتاعتها بتتحرك وده بيسبب لها مشكله، الناس دي بتتحقن بوتوكس. برضو الجزء بتاع الانف لما بيبقى واسع شويه برضو بنحقنه بوتوكس. الرقبه اللي كنا بنتكلم عليها النفرتيتي لوك، بس طبعا لازم انها تكون العضله بتاعتها شغاله قويه، لان لو العضله ضعيفه مش هتديني نتيجه من البوتوكس زي ما انا عايزه. البوتوكس بحقنه في الهايبر هيدروزس، الناس اللي عندها تعرق زياده. في دلوقتي كمان بقينا نحقنه في الناس اللي عندهم اكزيما مزمنه في الايد، وبيجيب نتائج حلوه جدا مع الاوردينري او العلاجات العاديه بتاعتنا، لان في ناس بتوصل حضرتك جربت معايا كل حاجه في الدنيا وما بتتحسنش. الناس دي لما اتحقنت بوتوكس اتحسنت جدا. حالات السورايسيس او الصدفيه برضو دي حالات من الحالات الريزيستنت والعلاج بتاعها بياخد وقت كتير، برضو استاديز كتيره جدا اتعملت واتحقنوا بوتوكس وفعلا اتحسنوا كتير. فالبوتوكس برضو بقى له شق علاجي. طبعا دكاتره النيورولوجي بيشتغلوه كتير جدا في حالات السبازم والناس اللي عندهم ديستونيا اللي رقبتهم بيحصل لها التواء كده مره واحده وبتبقى سيفير بين، ده برضو بيتحقن بوتوكس. فالبوتوكس انا مش عايزه الناس تخاف منه طالما احنا بنستخدم انواع معينه متعارف عليها اف دي ابروفد، ما ينفعش ان احنا نستخدم اي حاجه، ولازم ابقى عارفه النوع اللي انا بحقنه. يمكن دي برضو مشكله احنا بنقابلها ان الناس بتبص للسعر مش للنوع، ودي الحاجه اللي حضرتك اثرتها. يمكن احنا بنبقى حريصين جدا على الانواع اللي احنا بنستخدمها، احنا بنستخدم احسن انواع موجوده في السوق. فيجي حد مثلا من بره يقول لي انتوا الفيلر عندكم غالي، لا انتوا البوتوكس عندكم غالي. اقول لها انا حقنت فيلر مثلا قبل كده بكذا، اقول لها حضرتك عارفه حقنتي ايه؟ تقول لي لا انا ما شفتش السرنج. لازم المريض يبقى عارف النوع اللي حقنه، ولازم يتفتح السرنجه قدامه، لازم البوتوكس يتحبى قدامه، لازم يبقى شايف اللي هو حقنه، لان ده مهم جدا. انا غيرت الطبيب لاي سبب من الاسباب او حصلت لي مشكله لاي سبب من الاسباب من اي حاجه انا حقنتها، لازم ابقى عارفها عشان اتجنبها بعد كده. في ناس ممكن تتردد في التعامل مع البوتوكس والفيلر لاعتقادهم ان هو بيخفي تعبيرات الوش، هيخلي وشك ماسك فيس، يقولوا لها كده. لا ده في الاوفر دوز، يعني الناس اللي بتاخد كميات كبيره جدا بالذات من البوتوكس فعلا بتبقى ماسك فيس ما عندهاش اكسبريشنز. لكن الناس اللي بتاخد الدوز العاديه هي مش بتعرف تكشر زي الاول، مش بتعرف ترفع حواجبها زي الاول، بس ما بتوصلش لدرجه الماسك فيس انها مش عارفه تعمل اي اكسبريشنز يعني. هروح للهايفو، كيف ترى الهايفو؟ انا شايفاه طول رائع بصراحه. يعني انا شايفه يعني احكي لك كان نتائج هو رائع. اولا هو حاجه نون انفيزيف، يعني انا ما بديش العيان حقن ولا في اي حاجه خالص، والعيان هياخد السيشن بتاعته وهيمارس حياته الطبيعيه بعديها على طول من غير اي مشاكل خالص. تمام. هايفو ده زي ما اتفقنا هو حاجه اسمها هاي انتنسيتي فوكست الترا ساوند، يعني موجات صوتيه شديده التركيز. الفكره الاساسيه بتاعتها ان هي بيبقى لها كارتريج بتتغير، يعني مجسات. المجسات دي بتوصل الحراره لطبقات الجلد المختلفه، عشان كده الهايفو بيشتغل على ثلاث طبقات تقريبا من تحت لفوق، بتعمل هيت او بتسخن الجزء بتاع الجلد دوت توصله لتقريبا 60 درجه في ثانيه او ثانيه ونص بالكثير. الهيت ده له تاثيرين، له immediate effect وده للعيان بيحسه، وده لا يتعدى 10 ل 15% الماكسيمم بتاعه 20% من النتيجه الكليه بتاعه الهايفو. زي بالظبط انا بشبهها ان انا بحط الستيك، القطعه بتاعه الستيك على النار، انا اول ما هحطها هلاقي ان الحجم بتاعها بيقل شويه، هو ده اللي بيحصل، بيحصل شرينكج في السكين فبيحصل ليفتنج فوق. الايفكت الاساسي ان الهيت ده بيعمل حركه كده في الجلد انه يخليه يحفز الكولاجين بتاعه بس من جوه، فالسكين بتاعي من بره ما فيهوش اي حاجه خالص. علشان كده الهايفو بيشنت عمله النهارده هو شاف نتيجه مبدئيه حوالي ماكسيموم 20%، بعد شهر
هو واصل ل 50% من النتيجه. بعد شهرين لثلاث شهور ده احسن نتيجه للفيلر اللي هو البروسيس الطبيعيه بتاعت الكولاجين بتاعي. كل ما بيقعد كل بيبقى بقى احلى. حاجه تانية، الناس اللي بتعمل هايفو دايما اللي بيشوفها هي ناتشرال، هي ما عملتش حاجه، مفيش بقى لا حته زادت ولا حته ولا حاجه ولا تجعيد اختفت، هو زي ما هو بالعكس، بس وشه رايق. كل اللي عمل هايفو كان دايما كومنت الناس عليه وشك رايق، وشك محلو من غير حاجه، ده اول امبريشن ليه. وبعدين يبدا يحس ان وشه فعلا خدوده اللي كانت نازله بدات تترفع، لو في رينكلز في النك بدات تترسم، الجزء ده بيترسم حلو جدا بالهايفو. ده كمان بنستخدمه في علاج السليوليت، الناس اللي عايزه ريشيبنج، بيقلل الوزن بتاع الابدومن بتاعي بتاع البطن، الناس اللي بتعمل دايت. كان معايا حالات اشتغلتها كان عندها ستريتش ماركس اتحسنت جدا، اللي هي التمددات بتاعه الجلد بعد جلسات الهايفو. فهي طول رائعه كسامبل كيس، ممكن يعمل هايفو بس لو حد جاي من الاول عايز نضاره. كيس بسيطه بالظبط. لو كيس متقدمه شويه الهايفو ده هيوفر كميات الحاجات اللي هتستخدمها بعد كده. يعني هيحسن مثلا 30-40% من الكيس، بدل ما هاخد اربع سرنجات فيلر انا ممكن اخد سرنجتين. بدل ما اخد مثلا 70 وحده يونتس مثلا من البوتوكس انا ممكن اخد 50. لو انا هعمل خيوط لو هاخد 6 ممكن اخد 3 ممكن اخد 4. فطبعا بيساعد كتير جدا العيان، زائد ان التاثير بتاعه مستمر. يعني هو نتيجته وصلت بعد 3 شهور، الريزلت دي لو حافظ عليها ممكن تقعد معاه لسنه وسنه ونص وما يحتاجش ان هو يكررها قبل كده. أسعدتينا والحقيقة حوارك ممتع جدا وأسلوبك رائع. وعايز قبل ما نمشي تقولي لكل الناس اللي بتسمعنا النهاردة تيك هوم مسج. إيه التيك هوم مسج اللي أنت تتمني أن الناس كلها تحفظها من خلال حوارك المنمق العلمي المنظم جدا ده؟ نفسي الناس تحافظ على بشرتها بدري شويه. نفسي الناس تخلي بالها من نفسها بجد. يعني ما نبقاش بندور، يعني مشكله الشعب المصري عموما ان هو بيلعب في اخر 5 دقائق. فعلا محتاجين الناس تبدا بدري حتى في الماتشات اتحركوا. محتاجين الناس بدري. تيك كير اوف يور سكين، حافظي على بشرتك، حافظي على شعرك، حافظي على التغذيه بتاعتك من وانت صغيره سواء ميل او فيميل. الصن بلوك حاجه اساسيه جدا، الغسول بتاعي حاجه مهمه جدا، الترطيب بتاعي حاجه مهمه جدا بالذات في السن الصغير. مش لازم يكون ترطيب خاص بالسن الكبير، لا كل ما ببدا بدري كل ما الدنيا بتبقى احلى. ولو سمحتي لو حصل اي مشكله في بشرتك ما تستنيش، ولو حصل اي تجاعيد او اي ترهلات مفيش حاجه اسمها انا لسه صغير، لا انا لو ما لحقتش دلوقتي بعد شويه مش هتتصلح وهتبقى حاجه بيرمننت في وشك مهما عملتي ومهما دفعتي ممكن ما ترجعش زي الاول. انا بشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لينا وزيارتك الرائعه، ضيفه العزيزه دكتوره مرام متولي اخصائيه الجلديه والتجميل والليزر بعياده وام، وصاحبه طبعا ماجستير الامراض الجلديه من كليه الطب جامعه اسكندريه وعضو جمعيه المصريه للطب وجراحه التجميل. والاسم المتميز ما شاء الله، حوار رائع جدا وعلمي متميز للغاية يخلينا نقف قدام التجاعيد والشيخوخة بقلب من حديد. العلم هو الذي يوفر ذلك. خليكم دايما مع ناس الحلوة. محدش هيقبل أبدا على ست مناخيرها مش حلوة، ده متفق عليه بالخبرة. ومن كتر الحالات اللي بنقابلها عملية تجميل الأنف 90% منها شكلا، 10% بيبقى في مع الشكل اعدل الوظيفه. هامب وبلانجنج، بلانجنج نوز يعني طويل. ولازم البلانجنج نوز مع الهامب هيبقى عنده برود لاترال نوز بونز. يعني الجميل انه رغم الحالات كثيره جدا النهارده، احنا عرضنا 18 حاله النهارده، اللي حكينا قصه كل حاله.